تفاصيل كتير هنعرفها من سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. أهلا يا سيادة النائب. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا. مبدئيا كده إحنا عايزين نعرف إيه هي القوانين اللي موجودة حاليا وبتنفذ حاليا؟ طيب إحنا عندنا طبعا قانون 175، قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. عاوز أكد بس إن هذا القانون هو بيواجه الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها. إذا ركزنا طبعا في الموضوع اللي هو مواد العقوبات، مواد 25 و26 من القانون، وهو قانون أو مواد اللي هي بتعاقب الابتزاز الالكتروني. ايه الابتزاز الالكتروني؟ مواد 25 و26 دي طبعا خليني احكيها لحضرتك بتفاصيل عشان الناس تبقى عارفه. اولا اذا سرقت محتوى من فتاه وخدت المحتوى ده ربطته بمحتوى منافي للاداه، وبعدها هددت هذه الفتاه بالصور، وبعد كده بدات اشير الصور، هذه دي عقوبه، وعقوبه دي عقوبه لوحدها ودي عقوبه لوحدها. لما يتجمع هذه العقوبات بتبقى بتصل العقوبه الى المؤبد. هناك تعديلات يمكن عدد من الزملاء قدموهم في قانون 175، نائبه مرسى محروس والنائبه سكينه سلامه زمايلنا في مجلس النواب، والتعديلات دي حضرتك بتكلميني وانا في مجلس النواب والتعديلات بتتناقش دلوقتي على فكره. دي حاجه عظيمه، العقوبه في موضوع الابتزاز. طب الحقيقه انه في ناس، بعض الناس ساعات ياخدوا كده حوار دار بيني وبين هيدي مثلا، فانا اخد سكرين شوت من الحوار ده واطلعه للعلن او ابعته لحد او ابتزها بيه، يعني الموضوع هيبقى بعيدا عن الصور او بعيدا عن انه يبقى راجل وست، قد يكون ست وست، راجل وراجل، لكن في كلام كان وقت ما احنا كنا اصحاب كان كلام كنا واخدين راحتنا، ده برضو هيكون له عقوبه؟ طبعا يا فندم. بص حضرتك، بعض الناس يمكن مستخدم السوشيال ميديا بصفه عامه، اي سلبيه على السوشيال ميديا فيها عقوبه. والقانون بيضم حوالي 63 ماده، والمواد دي يعني فيها شرح كتير جدا جدا. اي سلبيه في السوشيال ميديا فيها عقوبه، لكن طبعا بتبقى حسب حضرتك السلبيه او الجريمه اللي ارتكبت، وفي النهايه سلطه تقديريه للقاضي. لكن طبعا عاوز بس اكد لسيادتك ان في مثلا حد ممكن يخش عمل انه هو واحد وعمل انه واحده ودخل على حد وخد سوء، دي جريمه طبعا. لما اروح انا ابلغ الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بالاكونت ده، هو طبعا الثاني انا اسف هو عامل نفسه ناصح ان الاكونت بتاعه مستعار. يعني اكونت مجهول. يعني مش هيتجاب. ايوه الله ينور عليكي. معتقد ان هو في مأمن. لا طبعا، انا عاوز اطمن حضرتك واطمن المشاهدين ان لدينا في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات احدث الاجهزه المتطوره، وما شاء الله الضباط المهندسين اللي موجودين في الاداره دي حاجه عظيمه، عندهم فكر ورؤيه ويقدروا يكشفوا. صح. كنت قبل كده ممكن تلاقي مثلا الاكونت المستعار ياخد 24 ساعه، لا النهارده في دقائق معدوده نقدر نكشف الاكونت المستعار اللي ارتكب جريمه الكترونيه. انا بخص شويه او بركز على قضايا الابتزاز الالكتروني نظرا لان هي كانت منتشره خلال الفتره السابقه. بعض من الناس، يعني البعض من الناس اللي لما عرفوا ان في قانون وفي رادع قلت حدتها، ما تمش منعها لكن قلت حدتها خلال. طب العقوبات هتتغلص في ايه؟ يعني ده القانون القديم، لكن القوانين الحديثه بيتم مناقشتها. اولا متوقع تظهر امتى للنور التعديلات الجديده؟ وقول لنا كده يعني سريعا العقوبات هتتغلص توصل لحد فين؟ طيب بقول سيبك، احنا دلوقتي هي المناقشات شغاله دلوقتي ما بين لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنه مشتركه وموجوده طبعا معانا اللجنه التشريعيه والدستوريه. طبعا تغليظ العقوبات زي ما قلت لحضرتك في مواد 25 و26 في موضوع الابتزاز، يعني مثلا في ماده من الجريمه من الجرائم لو حد ابتز فتاه دون ان يعني ابتزها بالصور وشيرها على السوشيال ميديا، العقوبات تصل فيها الى المؤبد. ياه كويس كويس قوي، الى المؤبد. دي حاجه هايله قوي. ولو البنت انتقل، انا بيتهيألي انه في هنا كمان تفصيله عجباني قوي، انه لو سبب انتحار، لو انتحرت او يعني الطرف اللي تم ابتزازه انتحر برضو دي في عقوبه تانية مش كده؟ طبعا طبعا. طبعا ما انا بقول لحضرتك سلطه تقديريه للقاضي. وعلى فكره بعض الناس بس ما تعتبرش احنا بنحمي بيانات المواطنين وبنحمي الفتيات وبنحمي السيدات، لان انت حضرتك خاصه في القرى وفي الريف لما حضرتك تتشير صوره البنت سواء الصوره متركبه او غير متركبه، صح. كمان حتى لو ومعظمها بتبقى متركبه، لو
لو تشير صوره لا انت كده دمرتي نفسيتها ودمرتي اسرتها والحاجات دي بتبقى كتير صعبه جدا وضيعتي سمعتها. فلابد ان العقاب يكون رادع لما يصل الى المؤبد. اعتقد طبعا كتير يعني عمره كله هيقضيه في السجن. صحيح ما هو ده فكره القانون الرادع اللي بيخلي الواحد فعلا يفكر كتير قوي قوي قبل ما يعمل حاجه زي كده. لان انت شيرتي الصوره انت ده تم المستخدم طبعا اللي هو المتهم اللي استخدم ده انا اسف فضحها وشير صورتها طبعا. وبعض الناس بقى فيما فهم يقول لك لا ده متركبه والبعض يقول لك لا مش متركبه هم خدوا اللقطه بيها. فلابد طبعا من عقاب رادع في ده يعني. شكرا. مشكورك ميرسي يا ست النائب. شكرا جدا على وجودك معانا.